السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم غلاس أو آيس كريم الخلاط، يعني بسرعة كتصاوب وأيضا بمكونين رئيسيين فقط، عاد من بعد يمكننا نضيفو النكهات. إذا شنو هما هاد المكونين؟ هما الكريمة السائلة وأيضا الحليب المكثف، الحليب محلل مكثف. اذا الحليب محلل مكثف اللي بغى يشوف كيفاش يتصاوب ايضا بالخلاط وبسهوله يمكن يشوفه في اخر الفيديو. اذا هنا المقادير، لكل كاس كريمه سائله غناخذ ثلث كاس من الحليب المحلى المكثف. اذا قلنا كاس كريمه وثلث كاس من الحليب المكثف المحلى. اذا هنا نخدمه في الخلاط، اول شيء غادي نوضع الكريمه السائله. انا درت هذا النوع، يمكن تختاروا اي نوع بغيتوا، وغنضيف عليها الحليب المكثف. وهنا فقط للنكهه، من بعد راه غادي ندير شحال من نكهه، ولكن النكهه الاصليه غنضيف لها الفانيلا. انا ما عنديش فانيلا سائله فدرت سكر الفانيلا، اذا يمكن تضيفوا فانيلا فقط للنكهه. وغادي نخدم الخلاط ديالي بكل سهوله، غادي نبقى نطرف فيه حتى يولي عندي القوام اللي غتشوفوا الان، قوام كريمي، يعني كريمه كتطلع مزيان. ها هو، شوفوا مزيان، يعني بلا ما تعذبوا الا ما عندكمش طراب او حطوا كيفاش كيولي القوام. اذا الان انا غادي نقسم هادو، اذا غادي ندير غنخلي النص غنضيف ليه الشوكولاته او الكاكاو بودره. اذا هنا ضفت ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان وملعقتان كبيرتان من الكاكاو. إذا هنا باش ندير النكهة، لاحظتوا خلطت غير بهاد الملعقة، يعني محتاجش أنني نخدم الخلاط. هنا غنضيف الكراميل، هاد الكراميل صوتو أيضا من الحليب المكثف، بقيت كنطيبو حتى ولا كراميل. إذا هنا غادي نخلطها وش كامل، لاحظتوا بأنني غنضيف كراميل بهذه الطريقة، يعني بحيث ما يتخلطش مع هذا الايس كريم. ومن بعد ما غنوضعه في المجمد راه غادي يبقى كل واحد لوحده. اذا هنا فيه نكهة الكراميل وهنا نكهة الاوريو او بيسكوي، هكا هذا بيسكوي كيشبه الاوريو، حقق جرى وعاد مكانش كنصحب بان بالبيسكوي كيجي زوين، كيجي مقرمش، كيجي زوين وكيجي لذيذ. اذا فهنا غادي نقطع هذا البيسكوي وغادي نخلطو مع هذا الاول اللي فيه نكهه الفانيليا. راه واخا كتخلطوه راه بالنسبه للبسكويت كيبقى مقرمش، يعني ما كيفزكش نهائيا. الان غنشوفو بالنسبه اللي عنده نكهه الشوكولاته. اذا انا خليت واحد يعني فقط بالكاكاو عادي، والاخر ضفت ليه قطع من الشوكولاته اللي قطعتها، قطعه شوكولاته قطعتها صغيره خلطتها معه. اذا نتوما النكهات على حسب كل واحد يقدر يدير النكهه اللي بغى. هنا كتلاحظوا بانني غنغطيهم فيلم بلاستيكي ومن بعد غنديرهم في المجمد على الاقل ليله واحده. وهنا ملي كنجبدوا هذا لاكلاص او الايس كريم، من الافضل نخلوها شويه عاد نبداو نقطعوا فيها، راه كتجي لذيذه فعلا. هذاك الحليب المكثف كيعطيها واحد اللذه رائعه، ويمكن لينا نزوقوها كما بغينا. اذا هاد لي سيجار هادو حتى هما راه غير بسكوي تاع درهم كينزينو به. وهنا كنزينو اما كراميل، او هنا خديت عسل التمر اللي كنت وريتكم كيفاش كيتصاوب. بالنسبه للحليب المكثف اللي بغى يعرف، اذا عندنا كاس حليب مجفف، كاس سكر، ونصف كاس من الماء. اذا هادو هما المقادير، كاس يعني كاس سكر، كاس حليب مجفف، نصف كاس من الماء. وغنستعمل ايضا الخلاط باش نجمعهم يتجمعوا ليا بسرعه. اذا من بعد ما غادي نستعمل الخلاط فقط للتجانس، ما تبقاوش كنا شي يعني شي بلاصه ما دايباش مزيان، شي حاجه ما دايباش مزيان. ومن بعد غنديرهم فوق النار وغنبقى مع التحريك المستمر. هنا درت غير كميه قليله باش تشوفوا، مع التحريك المستمر باش ما يلصقش لتحت. اذا كنحركو حتى يبان لينا بانه غلا بدا كيتقال، فهاد الحاله راه هو واجد.
كنتمنى تدعموني وتشاركوا في القناة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.